بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص يا شباب، احنا النهارده هنحاول نلم الاكزامبلز اللي حلها الدكتور على شابتر 1، وهو اكبر شابتر فيه افكار، يعني فيه افكار دسمه شويه، تمام؟ بس هو سهل، يعني هو مش صعب قوي، هو سهل، بس انت محتاج بس تركز في الاكزامبل وتمشي فكره فكره وهتلاقي الموضوع سهل معاك، تمام؟ طيب حاول بس تركز، وان شاء الله بعد ما نخلص الاكزام، والاكزامبلز ده مهم جدا 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 جدا، علشان ده اللي شرحه الدكتور، والدكتور بيجيب من اللي شرحه في المحاضره، تمام؟ طيب اول حاجه هو بادئ بحاجه اسمها البريك ايفن بوينت. طيب واحده واحده بس عشان نعرف يعني ايه البريك ايفن بوينت. ده البريك ايفن بوينت، خلي بالك اهي، بيقول لي هي البوينت اللي عندها نو لوسز ونو جين، يعني اللي عندها غطي التكاليف بتاعتي بس. انا صارف 100,000، ف النقطة اللي عندها هبيع ب 100,000، فخلاص يبقى ال 100,000 راح قصاد ال 100,000، فالنو لوسز ونو جين، ما عملتش لا مكسب ولا خسارة، تمام؟ طيب الاكزامبل نمبر 1 بقى، بس قبل بس ما نبدا في الاكزامبل، هو مديني طبعا، انت عارف الرولز بتاع الكوانتيتي الكيو ستار، اللي هي الكمية اللي هبيعها علشان تحصل البريك ايفن بوينت، ده بتساوي الفيكسد كوست على البرايس ماينس الفاريبل، او بتساوي الفيكسد كوست على اليونت كونتريبيوشن مارجن. وانت عارف ان اليونت كونتريبيوشن مارجن بتساوي الفيكسد كوست ماينس الفاريبل كوست، تمام؟ طيب الاكزامبل نمبر 1 بيقول لي ايه؟ بيقول لي والله انا عندي السيلينج برايس ب 60، وعندي تكلفه الوحده المتغيره ب 50، وعندي التوتال فيكسد كوست بايه؟ ب 100,000. وات از ذا بريك ايفن بوينت ان يونتس؟ دي سهله جدا، خلاص هو عايز الاماونت اللي عندها يحصل البريك ايفن بوينت. اطبق القانون عادي، الكيو ستار بتساوي الفيكسد كوست 100,000 على البرايس 60 ماينس الفاريبل كوست 50، هتطلع ب 10,000 يونتس. فبيقول اتاكد بقى، اتاكد بقى اللي انت حله ده صح. مش انت قلت دي الكميه اللي عندها مش هتحصل نو لوسز ونو جين، يعني النت انكم يساوي زيرو؟ اعمل لي انكم ستيتمنت وتاكد. جينا نتاكد، قلنا السيلز ريفينيو عباره عن الكوانتيتي في اليونت، في اليونت برايس، يبقى 10,000 في 60 ب 600,000 ماينس التوتال فيكسد كوست اللي هو عباره عن التوتال فاريبل كوست اللي عباره عن ال 10,000 في 50 ب 500,000 بلس الفيكسد كوست اللي 100,000، يبقى 600,000 ماينس ال 600,000 هيطلع بزيرو. ده اول فكره. طيب تاني حاجه بيقول لي ايه؟ انا عايز احسب البريك ايفن بوينت، ولكن مش بالاماونت بقى، مش باليونتس، لا انا عايز احسبها بالاماونت. قال لي بسيط، هتجيب البريك ايفن بوينت، الكوانتيتي هتجيبها ازاي؟ نفس القانون اللي فات ولكن مع اختلاف بسيط. ايه هو؟ ان انا هجيب الفيكسد كوست ديفايدد باي الكونتريبيوشن مارجن برسنتج. طيب عايز افهمك يعني ايه كونتريبيوشن مارجن برسنتج. دي الكونتريبيوشن مارجن برسنتج عايز يقول لك ايه؟ عايز اجيب نسبه الكونتريبيوشن مارجن من البرايس، فبقسم الكونتريبيوشن مارجن على البرايس. عايز اجيب نسبه الفاريبل كوست من البرايس، فبقسم الفاريبل كوست على البرايس. تذكر هنا، خد بالك انه البرايس هو 100% على طول، فانا عشان اجيب ريشيو بقسمها على البرايس. طيب الكونتريبيوشن مارجن ريشيو هنا جايبه اهو، بيقول احنا قلنا الكونتريبيوشن مارجن ريشيو عباره عن الكونتريبيوشن مارجن على البرايس. طب هو الكونتريبيوشن مارجن بنجيبه ازاي؟ بنجيبه البرايس ماينس الفاريبل من الرول اللي فاتت، تمام؟ على ايه؟ على البرايس. يبقى البرايس ماينس الفاريبل على البرايس، او لو مو مديني كونتريبيوشن مارجن على البرايس على طول، كده احنا جبنا الكونتريبيوشن مارجن برسنتج. او ليه رول ثانيه، بيقول لي ان هو بيساوي التوتال ريفينيو ماينس التوتال فاريبل كوست اللي هو عباره برده عن البرايس ماينس التوتال فاريبل كوست على التوتال ريفينيو. يبقى التوتال ريفينيو والبرايس هم 100%، انا عايز اجيب الريشيو بس، بقسم يا اما على البرايس. طب انا امتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ بيزد على الجيفن اللي هو مديهولك في المساله. هو لو اداك توتال فاريبل كوست، فخلاص هتجيب التوتال ريفينيو، توتال ريفينيو تنقص منها التوتال فاريبل كوست على ده هيديك الكونتريبيوشن مارجن. لو احنا كنا بنعمل الفاريبل انكم ستيتمنت، كنا بنقول توتال ريفينيو ماينس التوتال فاريبل كوست بيدينا الكونتريبيوشن مارجن، تمام؟ نيجي نقسمها بقى على التوتال ريفينيو، تديني نسبه الكونتريبيوشن مارجن من التوتال ريفينيو، تمام؟ في مشكله في الموضوع ده؟ اكزامبل نمبر 2 بقى بيديني ايه؟ مديني السيلينج برايس بير يونت ب 60، ومديني الفاريبل كوست
بير يونت ب50 ومدين التوتال فيكسد كوست. بس خلي بالك بقى هنا طالب ايه؟ هنا طالب بيقول لي احسب لي البريك ايفن بوينت بالاماونت ما قالش باليونتس. فانا عندي طريقتين احل بيهم المساله دي. اول طريقه ان انا احسب البريك ايفن بوينت ان يونتس بالكميه عادي زي ما كنت بحسبها في القانون الاول، فبقول الفيكسد كوست على البرايس ماينس الفاريبل كوست اللي هو على الكونتريبيوشن مارجن، يعني يبقى 100000 على ال 60 ماينس ال 50، تمام؟ هيديني والله 10000 يونتس، هضرب ال 10000 يونتس ده في السيلينج برايس هيديني 600000، تمام؟ او اجيب مش احنا قلنا عشان نجيبها ان اماونت بقسم الفيكسد كوست على الكونتريبيوشن مارجن برسنتج على طول، يديني ايه؟ يديني بالاماونت، تمام؟ فانا خلاص هجيب مثلا الكونتريبيوشن مارجن برسنتج اللي هو عباره عن البرايس ماينس الفاريبل على البرايس، هيديني النسبه، اجيب الفيكسد كوست اقسمها على الكونتريبيوشن مارجن برسنتج هتديني ال 600000 بتوعك. يبقى انا عندي طريقتين بيزد على الجيفن اللي هو مدولك انت هتحل المساله. في مشكله في التو اكزامبل؟ اي ثينك ان مفيش اي مشكله في التو اكزامبلز دول، تمام؟ تمام. نمبر 3 بقى بيقول لي والله بقى انا عايز احقق بروفيت معين، بيقول لي بريك ايفن بوينت تو اتشيف ا تارجت بروفيت، تمام؟ قال لي بسيطه، لو انت عايز تجيب انت هتبيع قد ايه عشان تحقق بروفيت معين، قال لي هتجيب الفيكسد كوست تقسمها على الكونتريبيوشن مارجن وتزود عليها التارجت، تمام؟ ده دي لو انت عايز تجيبها بالايه؟ ان يونتس، تمام؟ طب لو انا عايز اجيبها ان دولار بالاماونت بالفلوس، بسيطه برضو، الفيكسد كوست بلس التارجت على، احنا قلنا بقى عايزين نجيبها بالاماونت، احفظ الرول ده، عايزين نجيبها بالاماونت هتقسمها على اليونت الكونتريبيوشن مارجن برسنتج، عايز تجيبها باليونتس هتقسمها على ايه؟ على اليونت كونتريبيوشن مارجن العادي مش البرسنتج، تمام؟ طبعا احنا قلنا هنا ان الكونتريبيوشن مارجن برسنتج انا بجيبها ازاي؟ بجيب البرايس ماينس الفاريبل على البرايس، تمام؟ ده بيديني الكونتريبيوشن مارجن برسنتج. تعالى هنا اكزامبل 3 مديني ايه؟ مديني سيلينج برايس ب 30 دولار، ومديني فاريبل كوست ب 20 دولار، ومديني توتال فيكسد كوست ب 10000 دولار، تمام؟ والريكوايرد طالب مني ايه؟ طالب كالكوليت البريك ايفن بوينت ان يونتس وين اماونت، يعني عايز الاثنين. بسيطه جدا، اول حاجه هجيب الكيو ستار بتساوي الفيكسد كوست على اليونت كونتريبيوشن مارجن، بسيطه جدا، يعني الفيكسد كوست بكام؟ ب 10000 و اقسمها على الكونتريبيوشن مارجن. الكونتريبيوشن مارجن بكام؟ هي عباره عن البرايس ماينس الفاريبل 30 ماينس ال 20 هتديني كام؟ 10. يبقى اقسم الفيكسد كوست على اليونت كونتريبيوشن مارجن هيديني 1000 يونتس، تمام؟ طيب عايز اجيبها بقى ان اماونت، اجيب اليونتس اضربها في السيلينج برايس تديني ال 30000، تمام؟ طيب هو عايز بقى الريكوايرد الثاني يقول لي هاو ميني يونتس ماست بي سولد تو اتشيف تارجت بروفيت اوف 20000 بيفور تاكس. خلي بالك من كلمه بيفور تاكس، ده هو هنا قال بيفور تاكس، لو افتر تاكس لا الحسبه هتختلف. بيفور تاكس يعني حتى لو اداك الريت بتاع التاكس مش هتستخدمه، تمام؟ بيفور تاكس قبل الضرايب فخلاص مش هنستخدمه. فهو عايز يحقق تارجت بروفيت بكام؟ ب 20. خلاص احنا قلنا لسه قايلين القانون فوق، الكوانتيتي بتساوي الفيكسد كوست بلس التارجت، الفيكسد كوست ب 10000 بلس ال 20000 على اليونت كونتريبيوشن مارجن اللي هي طلعناها ب 10، تمام؟ يديني 3000 يونتس، تمام؟ هنا بيقول لي سو وي ماست سيل، احنا لازم نبيع 3000 يونتس ان اوردر تو اتشيف ا تارجت بروفيت اوف 20000. تعالى نعمل انكم ستيتمنت ونشوف الكلام ده مظبوط ولا لا. لو احنا خدنا ال 3000 يونتس اللي احنا طلعناهم
ضربناهم في السيلينج برايس اللي هو 30 هيطلع لي ب 90,000. نقصنا منهم التوتال فاريبل كوست اللي هو 300 في التكلفه 20 تطلع ب 60,000. هيديني الكونتريبيوشن مارجن 30,000. ننقص منه الفيكسد كوست ب 10,000 هيديني البروفيت بيفور تاكسز اللي هم ب 20,000. يبقى مظبوط كده، احنا لو بعنا 3000 يونتس هنحقق تارجت بروفيت 20,000. بس هو مديك هتعمل الانكم ستيتمنت بقى عشان بس ايه تختبر اجابتك صح ولا غلط. تمام، تعالى هنا في اكزامبل 4 بيقول لي مديني السيلينج برايس ب 25 دولار ومديني الفاريبل كوست ب 15 دولار ومديني الفيكسد كوست ب 10,000 دولار. وبيسألني بيقول لي how many units must be sold in order to achieve a target profit of 12,000 after tax. خلي بالك الاكزامبلز اللي احنا حليناه اللي فات هو هنا كان قايل before tax، فقلنا حتى لو هو ادانا حتى التاكس ريت مش هنستخدمه، انما هو هنا عايز الكوانتيتي اللي احنا نبيعها عشان نحقق بروفيت 12,000 after tax. فخلاص هنقول له تمام. بص بقى القانون ده هو قانون واحد مفيش غيره، الكوانتيتي بتساوي الفيكسد كوست. القانون الاولاني كنا بنزود التارجت بروفيت على طول ونقسم على يونت كونتريبيوشن مارج، نفس الكلام بس التارجت بروفيت هتقسمه على 1 ماينس التاكس ريت. فالقانون طبعا بص الاكزامبلز دي كلها سهله تمام، ما فيهاش اي مشكله، انت بتعوض مباشر في القانون. تمام، 10,000 بلس ال 12,000 على 1 ماينس 40% ديفايدد باي ال 10 دولار هيديني كام؟ هيديني 3000 يونتس. تمام، يبقى ده كل الاكزامبلز اللي احنا حليناه ده ستريت فورورد على طول ما فيهوش اي مشكله. تمام، اكزامبل 5 بقى بيقول لي ايه، امازز كومباني برودوس وان برودكت وذ فولوينج. يعني ايه؟ شركه مازز بتنتج منتج ومديك الانفورميشن بتاعته، بيقول لي احنا بعنا من المنتج ده ب 5 مليون دولار، الفيكسد كوست بتاعتنا التكاليف الثابته بتاعتنا كانت 1000 مليون دولار والتوتال فاريبل كوست ب 3 مليون دولار. بيقول لي ايه، واليونت بروديوس اند سولد وبعنا. خلي بالك هنا البروديوس هي السولد، فمش هيكون في مشكله، مش نو انفنتوري عندي. طيب اليونت بروديوس هي السولد، بعنا بمليون يونتس، فهو طالب مني اول حاجه عايز يعرف سعر الوحده، وات از ذا سيلينج برايس، سعر الوحده بسيطه، انت بعت بكام؟ بعت ب 5 مليون جنيه. طب بعت كام وحده؟ بعت 100,000 يونتس، بعت مليون وحده، يبقى 5 مليون على 100 تطلع اليونت الواحده ب 5. تمام، ما هو انا دلوقتي عايز اقول لك ايه، هو انت بتجيب السيلز ريفينيو بكام؟ تجيبه ازاي؟ تقول لي والله بجيب الكوانتيتي سولد، الكميه اللي انا بعتها بضربها في البرايس يديني السيلز. خلاص انا عايز اجيب البرايس، يبقى البرايس هيساوي الكوانت السيلز على اليونت اللي انا بعتها هيديني 5 دولار بير يونت. تمام، عايز هو الفاريبل كوست، شوف يا عم انت التوتال فاريبل كوست بتاعتك ب 3 مليون وانت انتجت كام وحده؟ مليون وحده، يبقى 3 مليون على مليون يبقى يديك كام؟ 3 دولار بير يونت. تمام، عايز هو اليونت كونتريبيوشن مارجن، اليونت كونتريبيوشن مارجن لسه قايلينها فوق، هي بتساوي البرايس ماينس الفاريبل، البرايس ماينس الفاريبل، البرايس ماينس اليونت فاريبل كوست. البرايس انت جبتها بخمسه تمام تحت اهي، وجبت الفاريبل يونت، اليونت فاريبل بثلاثه هتطلع ب 2 دولار بير يونت. تمام، عايز كمان هو البريك ايفن بوينت، هتجيب الفيكسد كوست تقسمها على البرايس ماينس الفاريبل هيديك الكوانتيتي. تمام، عايز اليونتس اللي عندها هنحقق بروفيت ب 2 مليون فور زي. خلي بالك هنا ما قالكش افتر تاكس او بيفور تاكس وما ادكش ريت، فانت هتشتغل على طول على ان هي ايه بيفور تاكس. تمام، فهتقول والله الفيكسد كوست بمليون زائد انت عايز تحقق تارجت بكام؟ ب 2 مليون على البرايس ماينس الفاريبل برايس بخمسة اللي هي على اليونت كونتريبيوشن مارجن، يعني خمسة ماينس التلاتة هيديك بمليون و500.
طبعا كل الاكزامبلز اللي احنا حليناها لحد دلوقتي ما فيهاش اي افكار، كلها ستريت فورورد على طول. تمام، تعالى بقى في الاكزامبل نمبر 6 ده بيقول لي والله انا عندي البرايس ب$50 وعندي الكونتريبيوشن مارجن برسنتج ب60% والفيكسد كوست ب50,000، عايز اليونت كونتريبيوشن مارجن. طيب هنحلها ازاي دي؟ سهله. الكونتريبيوشن مارجن برسنتج انا قلت بيساوي ايه؟ مش انا لسه قايل قلت الكونتريبيوشن مارجن برسنتج بيساوي الكونتريبيوشن مارجن اليونت كونتريبيوشن مارجن على البرايس. طيب هو مديك الكونتريبيوشن مارجن برسنتج ب60% واليونت كونتريبيوشن مارجن هو اللي عايزها، والبرايس بتساوي على البرايس، البرايس ب50، يبقى خلاص اليونت كونتريبيوشن مارجن عباره عن ال60% في ال50 هيطلع ب$30. تمام. طيب خلي بالك هنا، انت مش هتعرف تحل اللي بعديها الا لما تحل اللي قبليها. تمام، فانت لو ما عرفتش توصل للي قبليها عمرك ما هتعرف توصل للي بعديها. هو عايز هنا بيقول لي كمان انا عايز الفاريبل كوست بير يونت. بسيطه، مش انا قلت الكونتريبيوشن مارجن بتساوي البرايس ماينس الفاريبل؟ طب ما الكونتريبيوشن مارجن انت لسه جايبها 30 والبرايس ب50، الفاريبل هو عايزها. تمام، يبقى الفاريبل هيساوي 50 ماينس ال 30، هيطلع الفاريبل بكام؟ ب20. تمام، تعالى بقى في الاكزامبلز اللي بعديه اللي هو اكزامبل 7. بيقول لي لو الكومباني بتنتج وتبيع 50,000 يونت وعندها سيلز ريفينيو ايراد مبيعات ب850,000 وعندها مانيفاكتشرنج كوست تكاليف تصنيعيه فاريبل وفيكسد 140 و210 وعندها سيلينج وادمنستريتيف كوست فاريبل وفيكسد 450 و300,000. هو هنا عايز ايه؟ عايز السيلينج برايس. بسيطه جدا، لحد دلوقتي مفيش افكار جديده. السيلينج برايس بتساوي السيلز ريفينيو على الكوانتيتي اللي انت بعتها. بص بقى ريح نفسك، هو في البريك ايفن بوينت هنا بيفترض ان كل اليونت بروديوسد هي اليونت سولد. تمام، فاحنا هنا هنقول السيلنج برايس بير يونت هو بيساوي انا بعت قد ايه، ايراد المبيعات اللي هو 850 على ال 50,000 يونتس. تمام، يديني السيلنج برايس. طيب احنا كده جبنا السيلنج برايس، هو عايز الفاريبل كوست بير يونت. بسيط، جمع كل التكاليف اللي عندك، الفاريبل 140 زائد 450 على اليونت فاريبل كوست يديني 3.7. تمام، الكونتريبيوشن مارجن بير يونت، الكونتريبيوشن مارجن بير يونت هو عباره عن انا لازم اجيب الاول، شوفوا حتى جايبهم بالترتيب، لازم اجيب السيل البرايس وبعد كده اجيب الفاريبل عشان اعرف اجيب الكونتريبيوشن مارجن. الكونتريبيوشن مارجن هنا هيساوي 17 اللي هو البرايس ماينس 3.7 هيطلع بكام؟ ب13.3. تمام كده، لحد الان مفيش اي اكزامبل صعب. تمام، تعالى بقى في الاكزامبلز بتاع نمبر 8 ده بيقول لي ايه بقى. المانجمنت اوف مازن كومباني، اداره شركه مازن هاز بيرفورمد كوست بيزد اون 40,040 يونتس بروجكت برودكشن وسيلز. من غير هو ما يقول برضو حتى برودكشن وسيلز، انت بتفترض انه الكميه المنتجه هي المبيعه. هو في البريك ايفن بوينت بيفترض ان الكميه المنتجه هي الكميه المبيعه. تمام، فبيقول لي انا عندي دايركت ماتيريال 400,000، 100% منها فاريبل، ودايركت ليبر 360,000، 57% منها فاريبل، والمانيفاكتشرنج اوفر هيد 300,000، 40% منها فاريبل، والسيلنج اند ادمنستريتيف 200,000، 25% منها فاريبل. بقول لي required determine the selling price per unit that would generate 10% profit لو السيلز are 40,000 units. واحدة واحدة، هو مديك هنا اليونتس بكام؟ ابص بقى في سلايدز نمبر 19 ده، مديك اليونتس بكام؟ ب 40,000.
يعني هو هنا مديك اليونتس ب 40,000، تمام. هو عايز البرايس اللي عنده هنحقق 10% من البروفيت. يبقى هنا بيقول له اف ديزايرد بروفيت 10%. هو بقى احفظ بقى الايكويشن دي، البروفيت بيساوي التوتال ريفينيو. هنكتب الايكويشن اللي هي البروفيت بيساوي التوتال ريفينيو ماينس التوتال كوست. هو البروفيت عباره عن ايه؟ عن ان انا بجيب اجمالي المبيعات بنقص منها التكلفه بتاعتي، فشوف انا خسران ولا كسبان. فهو هنا احنا هنا هنقول البروفيت بيساوي التوتال ريفينيو ماينس التوتال كوست. فعشرة، هو هنا بيقول لي البروفيت 10% من السيلز، فانا هنكتب 10% من السيلز ريفينيو، تمام. التوتال ريفينيو هتنزل سيلز ريفينيو ماينس التوتال كوست، ده هفكها فيكسد ماينس فاريبل، تمام تمام. طيب 10% من السيلز ريفينيو، هو السيلز ريفينيو ده عباره عن ايه؟ عباره عن كميه مباعه في برايس. طب هو مديني الكميه، ما انا هنا بفترض ان الكميه المباعه هي الكميه المنتجه، فهو مديني الكميه، فانا هقول له 10% في 40,000 في البرايس. البرايس هو اللي عايز يوصل له، فمجهول، تمام. هيساوي السيلز ريفينيو 40,000 في البرايس، تمام، ماينس ال 420,000 اللي هي الفيكسد كوست، تمام، ماينس ال 40,000 في ال 21. جاب منين بقى ال 21 ده؟ ارجع في السلايدز اللي قبليها، الفاريبل كوست بتساوي، جمع كل الفاريبل كوست اللي هي هو مجمعها اصلا في سكادول 840,000، قسمهم على اليونتس، فاداله تكلفه الوحده، تكلفه الوحده المتغيره. فخلاص هو هنا جاب الفاريبل كوست، جاب ال 40,000 ضربها في ال 21، او ممكن ما كانش جاب اصلا اليونتس وجاب الفاريبل كوست على طول 840، تمام. يبقى 10% في 40,000 ب 4000، 4000 في البرايس بيساوي 40,000 في البرايس، ماينس 420 ماينس 840 هيساوي 1260، تمام. ال 1260 ده هتروح هناك بالنيجاتيف، وده هتيجي هنا هتروح هناك بالبوزيتيف، وده هتيجي هنا بالنيجاتيف. يبقى المليون 260 هتساوي 36 برايس، يبقى البرايس هيساوي المليون 260,000 على ال 36,000، يبقى البرايس هيساوي 35 دولار. عايز اتاكد من الحل اللي انا حليته ده، السيلينج برايس بيساوي 40 في، انا جبت خلاص البرايس، السيلز ريفينيو 40 في 35 يديني كام؟ يديني 1,400,000، تمام، ماينس التوتال كوست. عندي فاريبل كوست 840 وفيكسد كوست 420 اللي هم اجمالي اصلا الكوست 1,260,000، يبقى البروفيت هيساوي 140,000. لو انت جبت ال 140,000 ده، تمام، لو انت جبت السيلز ريفينيو ضربتها في 10% يطلع لك ب 140,000، يبقى انت كده حليت السيلز ريفينيو اللي هي 1,400,000 في 10% يديك 140,000، ده البروفيت، تمام. فركز قوي في، لازم تعمل انكم ستيتمنت عشان تتاكد، تمام. طيب نعيدها تاني، البروفيت بيساوي التوتال ريفينيو ماينس التوتال كوست. هو بيقول لي 10% من البروفيت، يبقى 10% من السيلز ريفينيو. هو بيقول لي البروفيت 10% من السيلز ريفينيو، يبقى 10% من السيلز ريفينيو يساوي السيلز ريفينيو ماينس الفيكسد كوست ماينس الفاريبل كوست، 10% من ال 40,000 في البرايس. وتكمل مسالتك عادي، هتطلع في الاخر ما فيهاش مشكله. اهم حاجه بس المعادله الاولانيه، البروفيت بيساوي التوتال ريفينيو ماينس التوتال كوست. البروفيت عباره عن 10%، هو عايز يجيب البرايس اللي هيحقق له بروفيت 10% من المبيعات. يبقى خلاص البروفيت عباره عن 10% من السيلز ريفينيو، تمام، هيساوي السيلز ريفينيو ماينس الفيكسد كوست ماينس الفاريبل كوست. وتكمل مسالتك عاديه ما فيهاش اي مشاكل. طيب لو رجعنا بقى لرقم بي بقى، بيقول لي لو السيلنج برايس ب 30 دولار لكل واحدة، what will be the sales that would achieve 10% من البروفيت. واحدة واحدة، هو مديك هنا البرايس، ومديك هنا انه البروفيت هو 10% من المبيعات، نفس الفكرة اللي فاتت، بس هنا عايز ايه بقى؟ هنا عايز الكوانتيتي، هنا عايز الكوانتيتي، تمام. يبقى بس هي هنا في حاجة لازم تركز فيها، ايه هي؟ ان الكوانتيتي
الكوانتيتي بتاع ال 40,000 ده انت هتعملها اجنور خالص ولا كانها موجوده. ليه؟ اللي هو مديها لك اصلا، فهو عايز كوانتيتي جديده تحقق له 10% من السيلز لو البرايس ب 30 دولار. تمام؟ فشوف هو حللها ازاي بقى. قال لك تمام، تعالى هنا نفس الكلام، 10% اللي هي 0.1 ملتبلاور، تمام؟ السيلز ريفينيو، مش انت قلت ان البروفيت عباره عن 10% من المبيعات؟ السيلز ريفينيو عباره عن برايس في كوانتيتي. الكوانتيتي انا مش عارف، انا عايز اجيب الكوانتيتي. البرايس هو مديالي 30 يساوي 30 بيساوي السيلز ريفينيو برضو 30 في الكوانتيتي انا مش عارفها، ماينس الفيكسد كوست اللي هي ب 420,000. هنا بقى تلاحظ فوق انه كان مستخدم ال 40,000 يونت وضربها في ال 21 علشان يجيب التوتال فاريبل كوست. هنا ما ينفعش يستخدم اليونتس لانه عايز يونتس جديده، يونتس جديده، عايز وحدات جديده تحقق له 10% من المبيعات وتخلي له السعر، وتخلي له لما يكون السعر 30. طبعا هتقول له 10% في 30 3 كيو هتساوي 9، 30 ماينس 21 اللي هو ايه 9 كيو ماينس ال 420 هتودي ال 420 الناحيه الثانيه بالبوزيتيف، وهتيجي هنا 9 ماينس ال 3 6 يبقى ال 6 ال 6 يبقى الكيو هيساوي 420 على ال 6 يبقى الكيو هيساوي كام؟ 70,000 يونتس. 70,000 ايه؟ 70,000 يونتس. تمام؟ شوف هنا، هو هنا كاتب الفيريفاي بيقول لك اتاكد، مش انت جبت الكميه ب 70,000 يونتس اضربها كده في البرايس اللي هي اضربها كده في البرايس في 30 ماينس ال 70,000 في ال 21. يعني هو هنا بيعمل ايه؟ بيقول السيلز ريفينيو ماينس الفاريبل كوست ماينس الفيكسد كوست اللي هو في الاخر هتديني نت هتديني البروفيت بكام؟ ب 210، ب 210,000. تمام؟ فجاب ال 210 دي قسمها بقى على ايه؟ على السيلز ريفينيو، قسمها على السيلز ريفينيو اللي هو 10 اللي هم 30 في 70 اللي هي كام؟ 2 مليون و100 الف. طلعت بكام؟ طلعت ب 0.1. يبقى كده هو حله صح، يبقى هو هنا كده حله صح. ليه؟ علشان انه كده البروفيت 10% من المبيعات. تمام؟ فيها مشكله دي؟